فهتلاقوا هذا الإجماع طول الوقت. يعني أحيانا في ناس ممكن تختلف عليها، لكن هذا الإجماع الحقيقة يخص سور البابلي لوحدها، ناس مجمعة عليها فنا ومجمعة عليها إنسانيا أيضا. طيب خلونا نستمع من الأستاذ رضا طعيمة، زوج ابنتها وصديق العزيز. أستاذ رضا أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك محمد بيه، وخالص بصراحه حضرتك العزاء طيب. لحضرتك وللأسرة، ويعني باسم يعني الناس كلها طبعا النهاردة بتعزيكم يعني. الله يكرمك محمد بيه، ربنا كده يا رب يتقبلها في آمين يا الصالحين. رب. وهي الحقيقه والله يا رب الكعبه، انت لما تشوفها وهي نايمه في اللحظات الاخيره وكانت بتردد لا اله الا الله محمد رسول الله، وعلى وشها الرضا، وشها متصالح مع نفسه، ما يعني تحس كده حالة من السلام الوجداني في الأمر. وهي كانت دايما في كلماتها الأخيرة خلي بالكم من مصر، حافظوا على مصر، وكانت دايما والله ورب الكعبة تقول خلوكم دراعي اليمين لعبد الفتاح السيسي ابني، خلوكم دراعه اليمين، حافظوا على البلد معاه، الراجل ده بيشتغل بقلبه ومخلص ومتجرد، مش عايز حاجة من حد. ودايما تصحى الصبح تقرأ الجزء من القرآن وأذكار الصباح والمساء، وبعد كده تبدأ تدعي لمصر وتدعي للفلاحين والصناعية والقضاء والجيش والشرطة والإعلاميين، وبعد وفي الآخر خالص تقعد بقى تدعي للرئيس عبد الفتاح السيسي، اللهم احفظه اللهم انصره. الساعات الأخيرة يا فندم، يعني أو ال 24 ساعة الأخيرة، إحنا كنا اتكلمنا قبل كده وحضرتك قلت لي يعني على إنه على بعض التفاصيل، لكن أنا عرفت يمكن من حضرتك قبل الهوى إنه هي استفاقت يعني قبل وفاتها. يعني الساعات الأخيرة في حياتها كان الحال إيه فيها؟ الحال انت عارف، حد بيبص الحبايب وبيقول لهم انا ماشي، وحبوا بعض وخلي بالكم من بعض، وحبوا ولادكم وحبوا ناسكم وعيشوا رحله. هي كانت بتبص بعينيها بتقول كل الرسائل الحلوه دي، وبعدين شهدت لا اله الا الله محمد رسول الله كثيرا، وبتقولها بحب، حد بيقولها مش بخوف، لا كانت بتقولها بحاله من الحب. فسبحان الله يعني رحلت في سلام وتركت بصمة جميلة، بصمة وطنية إنسانية، وكانت حريصة على عدم ضياع الهوية المصرية في الفن المصري. صحيح صحيح، تقول ازرعوا الهوية المصرية في الفن المصري، لأن إذا مصر وقفت فنيا الوطن العربي ده كله هيحافظ على بلده، هيحافظ على أرضه، هيحافظ على نفسه. بقاء لله، البقاء لله، وعزائنا لحضرتك وللأسرة كلها الله يبارك إن في شاء الله حضرتك إن شاء محمد الله. بي، الله أشكرك يبارك. جدا، أشكرك جدا الصديق العزيز رضا طعيمة، وأنا بقول لحضراتكم هتلاقوا هذه الحالة، لأنه إحنا لما بنفتقد سهير البابلي بنفتقد قيمة كبيرة جدا فنية وقيمة كبيرة جدا إنسانية، وهم دول الرواد بتوعنا اللي يعني منحوا حياتنا الفنيه. وخلي بالكوا احيانا انت كده هذه السيده بالمسرح يعني زرعت قد ايه بسمه في قلوب الناس. يعني انتوا عارفين يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه، فتخيلوا انه هذه السيده حصدت يعني من الحسنات قد ايه ومن الخير قد ايه باشاعتها للبهجه والضحك اللي كانت بتشيعه من خلال اعمالها المسرحيه رغم جديه هذه الاعمال. يعني الدكتور اشرف زكي لما كان بيقول انها يعني كانت بتهوى الكباريه السياسي لانه ده المسرح اللي بيقدم نقد سياسي لاذع جدا، وهي قامت بدور كبير في ده. فخلينا هنفتكرها دايما بالخير ونفتكرها دايما بحاله البهجه اللي هي صدرتها لنا طوال حياتها، ربنا يرحمها يا رب. ومن واحدة من مسرحياتها العظيم مسرحية ريا وسكينة، اللي كانت يعني فيها مع الفنانة الكبيرة شادية والفنان الكبير عبد المنعم مدبولي والفنان الكبير أحمد بدير، يعني لأن احنا بنفتكر الفنانين دول بأعمالهم العظيم.